بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هناك مسألة حول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، حيث هذا الحديث قد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام، وهناك أحاديث متعددة تحدثت عن قضية أهمية انتظار الفرج لظهور الإمام عليه السلام. فإذا عندما نسمع بهذا الحديث، هناك مفردات ترددت في هذا الحديث، وهي أفضل وأعمال وانتظار والفرج. فالإمام عليه السلام عندما قال أفضل الأعمال يدلنا أن هذا الحديث فيه عمل، ولا يعني أننا علينا أن نسكن ونهدأ ونتكاسل ونتباطأ من أجل القيام بواجباتنا، سواء تجاه أنفسنا أو تجاه المجتمع أو الأمة أو الإمام الذي يجب أن نمهد له الأرضية من أجل الظهور عليه السلام. فإذا هناك مسؤوليات كثيرة تحتم علينا إذا أردنا أن نفهم هذا الحديث كما أراده الإمام عليه السلام، بأنه أفضل الأعمال أو أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. فعلينا أن نعمل في عصر الغيبة من أجل هذا الانتظار. كلنا يعلم إذا كان ينتظر الإنسان ضيفا فكيف يتصرف من أجل هذا الضيف، حيث أنه يهيئ البيت بالنظافة والمأكل الجيد والاستقبال الجيد والثياب الجيدة وإلى ما هنالك من أمور تليق في الضيف الذي سيأتي إلى بيته ويقوم بواجب الضيافة. ونحن عندما ننتظر الإمام عليه السلام علينا أن نقوم بواجب هذا الانتظار. لذلك نستخلص من هذا الحديث بأنه أن هذا الخطاب موجه للذين يهتمون بمعرفة الأعمال الفاضلة والتمييز فيما بينها بعصر الغيبة، ليختاروا أتمها فضلا وأكثرها كذلك أجرا. كذلك الإمام عليه السلام كما قلت لكم اعتبر الانتظار عملا، حيث يقول أفضل الأعمال، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ولذلك هو لا يدعو إلى فراغ وإلى سكوت وسكون وإلى أخذ عطلة غير محددة بزمان. وكذلك عليه السلام عندما تحدث بهذا الحديث لا يريد صرف الناس عن نصرة ومساعدة الإمام عليه السلام في الظهور أو في إقامة الحكومة الإلهية أو في تحقيق الوعد الإلهي، فهو لا يسعى هذا الحديث إلى شل حركتهم وتفكيرهم عن التصدي للمشاركة في صنع الحاضر والتأثير الإيجابي في المستقبل في ظهور الإمام عليه السلام. وكذلك نفهم من الحديث أن هناك ضيق وشدة ومعاناة وابتلاء، لأنه الحديث يتحدث عن الفرج، أي هناك شدة وضيق وتعب ومعاناة، وبعد هذا الفرج سيأتي، بعد هذه المعاناة سيأتي الفرج ويأتي النصر ويأتي ما وعد الله سبحانه وتعالى من نصر المؤمنين ومن تأييدهم، ويعيشون في سعادة وفي فوز كما وعدهم الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما نقرأ في هذا الحديث فنجد أن المؤمن في عصر الغيبة في انتظاره هو مطالب للسعي في العمل، كل في مجاله وبحسب الوسع وما يقدر عليه. فكل إنسان مسؤول أن يسعى من أجل تحصيل العقيدة الحقة ومن أجل أن يطبق الأحكام الشرعية التي وضعوها أمانة في أعناقنا من أجل السير عليها والتمسك بها في عصر الغيبة، والعمل على إبطال المنكرات والسعي في إشاعة كذلك المعروف والأمور الحسنة التي حببنا إليها الشرع. وهذا يكون الانتظار الذي يريده منا الإمام عليه السلام في حديثه. وكذلك علينا أن نتنبه إلى الحركات التي كانت في زمان الأمة في الحضور، حيث كان هناك حركات غوغائية
ظهرت من أجل مشاريعها الشخصية ومن أجل التسلط والحكم والوصول إلى السلطة والشهرة وتنفيذ المآرب الشخصية، وقد رفضها الأئمة عليهم السلام ونبذها، حيث نرى أن هذا الحديث قد قاله الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك الأحاديث الأخرى في زمان حضورهم، وحذرونا من هذه الحركات واتباع هؤلاء الأشخاص الذين يسعون في مشاريعهم الشخصية. لذلك علينا أن نتنبه، كما أن الأئمة عليهم السلام رفضوا أن نسكن ونهدأ ونتباطأ ونكسل في التمهيد لظهور الإمام عليه السلام، وأنه أفضل الأعمال انتظار الفرج، ولكن كذلك نبهونا من هذه الحركات التي يدعي بها البعض بأنه هو ممهد للإمام عليه السلام، أو أنه علينا أن نميز كذلك من الحركات التي تظهر من أجل نصرة الدين والتمهيد للإمام، وتتوفر فيها الشروط الشرعية التي تحدث عنها الفقهاء بأنها ممهدة لظهور الإمام، ولها الواقع ولها التأييد الشرعي عبر الأدلة التي جاءتنا في الشريعة. لذلك الانتظار، يعني علينا أن نعمل بواجب الانتظار، وأن نعمل بواجباتنا بكل ما أمرونا به في عصر الغيبة، من أجل أن نكون فاعلين إيجابيين، من أجل الخلاص مما وقعنا به في عصر الغيبة وأدى إلى غياب الإمام عليه السلام، وهكذا نكون قد قمنا بأفضل الأعمال بانتظار الفرج الذي حثنا عليه الأئمة عليهم السلام، والذي مدحوه بأحاديث كثيرة وصلت إلينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أفضل الذين يعملون في انتظار الفرج بما أمرنا أئمتنا عليهم السلام، وأن يجعلنا من أنصار الإمام الحج عليه السلام والمستشهدين بين يديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.